إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في مسائل التوحيد، وهي التي ذكرها جمع من أهل العلم وأجمعوا عليها، ونقل الإجماع على ذلك من ألف في مسائل التوحيد من أهل السنة والجماعة. ومن أشهرهم الكتاب الذي من أشهر هذه الكتب الكتاب الذي استعرض ما فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، وهو الإمام ابن خفيف، فإنه استعرض ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في الثلاثة القرون المفضلة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وذكر ما يضاد ذلك، أي ما يضاد التوحيد، مما ابتدعته الفرق أهل البدع والضلال المخالفين لأهل السنة والجماعة. ومن أشر هذه الفرق أشرها فرقتان خبيثتان: المرجئة والخوارج. المرجئة والخوارج، فإن هؤلاء، وأقصد بهم الخوارج الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية، وجاءت فيهم الأحاديث المحذرة منهم، وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابلهم المرجئة. فإن الخوارج كما غلوا في تكفير المسلمين، فإن المرجئة أضعفوا الدين وهونوا الدين وجعلوا الفسق يتجرؤون على محارم الله. والمراد بالمرجئة مأخوذ اسمهم من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، ومعنى ذلك أنهم أخروا ركن من أركان الإيمان ولم يدرجوه في الإيمان،
فإن الإيمان يقوم على 3 أركان: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ومن أشهر عمل الجوارح أركان الإسلام، من صلاة وصوم وحج وزكاة. فهؤلاء قالوا هذه لا تدخل في الإيمان، واكتفوا من المؤمن بأن يتلفظ بلسانه. إذا تلفظ بلا إله إلا الله رأوا أنه ينجو بمجرد اللفظ، ولو ارتكب من المحارم ما ارتكب، ولو ترك من أركان الإسلام ما ترك. ولهذا سموا المرجئة، يعني أرجأوا هذه الأعمال ولم يدخلوها في مسمى الإيمان، وهم بخلاف الوعيدية. والوعيدية فرقتان، هم الخوارج والمعتزلة، فإنهم بعكس هذه، فإنهم كفروا مرتكب الكبيرة. قالوا مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. وهذه الكبائر لا شك أنها تؤثر في الإيمان، لكنها لا تزيل الإيمان بالكلية إلا إذا استحل صاحبها، إذا استحل المحرمات، أو استخف بالدين، أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فلذلك هؤلاء بضد أولئك، يعني بين إفراط وتفريط. وهذه مشكلة المسلمين من قديم الزمان، فإن هذين الانحرافين استمرت مع تاريخ المسلمين. ولذلك ينبغي أن نحذر البدع بجميع أنواعها وأصنافها، فإن الناس بعضهم يميل إلى التساهل فيفرط في دين الله عز وجل، وبعض الناس يميل إلى التشدد فيقع في المحذور. والعقيدة الصحيحة هي التي أجمع عليها الصحابة ونقلها عنهم العلماء جيلاً بعد جيل. وهنا نقول كثيرة في هذا الكتاب تبين ما ذكره العلماء حول هذين الانحرافين. ولذلك لما ذكر في الفتوى الحموية ذكر الشعارات التي تميز الفرق المنحرفة، فيه شعارات صارت علم على الفرق المنحرفة، ولذلك نص عليها هذه المسائل، نص عليها العلماء على أصولها ليبينوا أن من صار يرفع شعار هذه الانحرافات بأنه مبتدع منحرف عن الطريق الصحيح.
فمن هذه لما ذكر ابن خفيف المسائل التي اعتنى بها أهل السنة في عقائدهم وهي التي تميزهم عن غيرهم، ذكر منها الصلاة على من مات من أهل القبلة، الصلاة على من مات من أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة أهل الصلاة الذين يتوجهون إلى القبلة. فإن الخوارج لا يصلون على أهل القبلة ولا يصلون إلا على من هو على مذهبهم، لا يصلون إلا على من هو على مذهبهم، وهذا لا يدل على أن الصلاة على الجنازة واجبة على كل أحد، لكن تركها لو تواطأ أناس وتركوا الصلاة على جنائز المسلمين فهذا يدل على أنهم على قد ارتكبوا بدعة الخوارج، فإن هؤلاء لا يصلون إلا على من هم على مذهبهم، وذلك لأنهم يرون أهل الكبائر كفار، والكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له، لأن الكافر والمشرك لا يدخل الجنة حتى يدعى له بالمغفرة، إذا مات على شركه فلا يدعى له بالمغفرة، فهم على عقيدتهم الفاسدة يرون أن من وقع في الكبائر من المسلمين فإنه وقع في الشرك، ولذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له. والكبائر حتى تعرفوها هي كبائر الذنوب. وما هي كبائر الذنوب؟ بعضها تسمى بالموبقات، وبعضها تسمى بالكبائر، وألف بها بعض العلماء كالذهبي وغيره، فألفوا في الكبائر وذكروا شيء يبين الكبائر، وانتبهوا لهذا حتى يحرص الإنسان أن لا يقع في كبيرة، فإنه لو وقع في كبيرة فهو على خطر. فمن هذه الكبائر ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، ما لعن رسول الله من فعله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يمكن أن يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم شخص ارتكب ذنباً إلا وهذا الذنب كبير جداً، استحق أن يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرده الله من رحمته. فكل ما وجدتم ذنب فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فاعله فاحذروا منه واجتنبوه، فإنه من الكبائر. مثل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من تعاونوا على هذه الجريمة فهذا هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك شارب الخمر، فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لشناعة شرب الخمر، فهي أم الخبائث، وهي التي تحمل الشارب على الوقوع في الزنا وفي غيره والقتل وفي غيره، ولهذا سميت أم الخبائث. فملعون عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها، والمخدرات هي من هذا الجنس وأشد، فإن المخدرات حتى الكفار
بعضهم يحاربها لخطرها العظيم. فكل ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله، وهي كثيرة جدا، لو استعرضتم الأحاديث فإن الذنوب التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها كثيرة جدا، فهذا يدل على خطرها وأنها من الكبائر. ومن ذلك ما تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، أنا بريء من كذا، لأنه لا يتبرأ إلا من صاحب جرم عظيم. وهذه تسمى ألفاظ الوعيد، وهذه التي حملت الخوارج على تكفير صاحب الكبيرة، ولم يفهموا، هذا غلو منهم في فهم الوعيد، ولهذا يسمون أهل الوعيد، لم يفهموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لم يخرج من الإسلام، بدليل أنه أقام عليهم الحدود، أقام الحدود على الزاني، وأقام الحد على شارب الخمر، ولو كانوا كفار لأقام عليهم حد الردة، لو كانوا كفار لأقام عليهم حد الردة. فلما أقام عليهم الحدود المذكورة، فإن السارق له حد، والخمر له حد، والردة لها حد، لكن حد السارق وحد الخمر يختلف عن حد الردة، فإن حد الردة حد كفر، وأما السارق فتقطع يده، وأما الزاني فإنه إن لم يكن متزوج، يعني ما سبق له أن تزوج، فإنه يجلد ويغرب عام. أما إن كان قد تزوج فإنه يرجم، والرسول صلى الله عليه وسلم رجم بعض الزنات، فإن في زمنه صلى الله عليه وسلم وقع بعض الناس في الزنا فرجمهم، فدل على أن الزنا ليس كفر، وإنما هو جريمة وكبيرة من الكبائر. ولهذا جعل هذا مما يميز الكبائر، فقيل ما كان فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، الذنب الذي عليه حد في الدنيا فهذا كبيرة، كل ذنب عليه حد في الدنيا فهذا كبيرة من الكبائر. ولذلك الإشراك بالله عز وجل يذكر من الكبائر، لكنه يختلف عن بقية الكبائر. الإشراك يذكر من الكبائر، السحر يذكر من الكبائر، لكن الإشراك والعياذ بالله هذا يعني ما يصير مع المسلمين تماما. ولذلك ترك الصلاة على المشرك هذا من الدين، لا إشكال في ذلك، لكن ترك الصلاة على عصاة المسلمين بأجمعهم فهذا من شعار الخوارج. وذكر أن بعض الأئمة ترك الصلاة على بعض أهل المعاصي، لكن هذا ليس على طريقة الخوارج، وإنما هو لتعظيم شأن هذه المعاصي عند الناس. وذكر الشراح تفاصيل، ومن ذلك قال هنا الصلاة على
من مات من أهل القبلة سنة، الصلاة سنة، يعني يفعلها أهل السنة. وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة فلا يصلون عليه. لذلك قرر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقائد، يعني ما دام أن الصلاة سنة فلماذا ذكروها في كتب العقائد؟ لأن العقائد هي لبيان ما يخالف السنة وبيان البدع، فذكروها لهذا الأمر لأن شعار للخوارج. قال ابن سيرين: ما علمت أحدا من أصحابنا ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، يعني ما رأى أصحابه أهل العلم أنهم تركوا الصلاة على مسلم لأن عنده معصية. وهذا الأثر عن ابن سيرين رواه عبد الرزاق في المصنف وقال المحقق: وهذا سند صحيح. وقال قتادة: صل على من قال لا إله إلا الله وإن كان رجل سوء. قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله. ما دام قال لا إله إلا الله قد يكون في الباطن منافق، لكن أنت ما تعلم لك الظاهر. أما لو تيقنت أنه مشرك أو منافق فلا تصلي عليه، لكن ما دام لم تتيقن فأنت لك الظاهر. ولذلك فإن أهل العلم يخالفون الخوارج والمعتزلة ويصلون على أهل القبلة، وهذا يدل على أن الذي لا يصلي إطلاقاً فليس من أهل القبلة أصلاً. الذي لا يصلي إطلاقاً فهذا لا يصلى عليه لأنه ليس من أهل القبلة، ما عرف القبلة ولا توجه للقبلة أصلا والعياذ بالله. وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، يعني ولو كانت، وهو ذكر هنا حبشية لأنه قد يكون الجواري يقع فيهن زنا، فلو جاءت حبشية وهي ماتت وهي حامل من الزنا فلا يترك الصلاة عليها لأنها ما بعد خرجت بهذا الفعل من الإسلام، وإن كان عليها الحد لكن ما خرجت من الإسلام إلا بشيء ينقض الإسلام. قال: لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني ما دام أنه ما ثبت شركه فأما المشرك فلا يستغفر له البتة ولا يصلى عليه. وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس العطار: ومن مات من أهل القبلة ومن مات من أهل القبلة موحدا، يعني يشهد أن لا إله إلا الله، يصلى عليه ويستغفر له.
ولا تترك الصلاة عليه لذنب ارتكبه صغيرا كان أو كبيرا، يعني الذنب كان الذنب صغير أو كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وذكر قال ابن أبي بطة، وأبي بطة يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه، قال: وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم، ونوارثهم، نوارثهم لأنهم لا زالوا في حظيرة الإسلام. أما لو أشرك شخص فلا يرثه أهله، لأنه لا توارث بين ملتين. يعني إذا أشرك الشخص وظهر شركه فلا يرثه المسلمون، أبناؤه المسلمون، لكن الذي لم يتحقق شركه قال: ونوارثهم. وقال البربهاري: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. ولذلك ذكر قوام السنة الأصبهاني، ذكر عقيدة أهل السنة، وذكر فصلاً، قال: فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم، فمن مذهبهم الصلاة على من مات من أهل القبلة. ثم ذكر بعض المسائل التي حصل فيها خلاف من العلماء وبينه، قال: وحصل خلاف من بعض الأئمة في بعض أنواع المعاصي، يعني بعض أنواع المعاصي تترك الصلاة على صاحبها لا لأنه كافر، ولكن لتعظيم شأنها أمام الناس حتى يرتدعوا. ومن الذي يترك الصلاة؟ إمام المسلمين أو بعض أهل الفضل من العلماء، ويأذنون لغيرهم أن يصلي، ما يتركون الصلاة، لا، يقال: صلوا على صاحبكم، كما في بعض الأحاديث. فذكر من أنواع المعاصي، قال ابن أبي العز شارحاً كلام الطحاوي رحمهم الله: لكن الشيخ إنما ساق هذا البيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، لكن من قال، لكن قال القاضي عياض: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، يعني شخص مثلاً قتل بالحد من المحاربين أو قتل في أي حد من الحدود، فهذا يصلي عليه عامة الناس، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل. يعني يقصد أن العلماء، لئلا يظن أن هذا إقرار على فعله، فلو ترك بعض العلماء ذلك فلا حرج، لو ترك الإمام ذلك فلا حرج. ما الذي حملهم على هذا القول؟ ما جاء من الآثار. ولذلك قال إلا ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، المحاربين الذين يحاربون المسلمين ويقطعون الطرقات ويسفكون الدماء، فقال: لا يصلى عليهم، وهؤلاء يقام عليهم حد، أحيانا تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وأحيانا يقتلوا، فقال: هؤلاء لا يصلى عليهم. وما ذهب
إليه الحسن في الميت من نفاس الزنا، والحسن المراد به الحسن البصري، يقول: لو أن امرأة زنت ثم ماتت في النفاس من الزنا فإنه لا يصلي عليها. وما ذهب إليه الزهري وقتادة قال، يعني هذا القول الذي قاله الحسن ذهب إليه الزهري وقتادة. وأما حديث الباب هو يتكلم في شرح قصة الغامدية، قصة الغامدية، والغامدية امرأة زنت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حملت من الزنا، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت وقالت: إني حامل من الزنا، فردها لتضع الولد، فلما وضعت الولد جاءت إلى الرسول وقالت: طهرني من الزنا، فردها حتى ترضعه، فجاءت بعد إكمال الحولين وقالت: أنا فطمت الولد، طهرني من الزنا. فأمرها الرسول، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع، لأن الحد قد ثبت عليها بالإقرار، أقرت على ذلك، مع أنها تابت توبة عظيمة. وما حملها على ذلك إلا أنها تريد أن تتطهر من الإثم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فرجمت فصلى عليها ودفنت. فهذه تابت، وهو حجة للجمهور، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكان بإمكانها أن ترجع وتقول لا، لكنها تابت. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا عظم صاحب المكوس، صاحب المكوس الذي يضرب المكوس على المسلمين، عظم ذنبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه مثال للذنب العظيم، فقال: لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني صاحب الذنب العظيم الذي هو المكس لو تابها لغفر له. فقال الإمام أحمد: ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال. حديث صاحب المكس هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه. وأيضا ما ذكر الإمام أحمد: ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه، فإن قتل النفس جريمة، أنت لا تملك أن تتصرف في نفسك. وبعض الناس إذا أصابته ضائقة سواء مالية أو مرض أو كذا فإنه يستعجل ويقتل نفسه، وهذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. فالإنسان يصبر ولا يستعجل في قتل نفسه. والغال هو الذي يأخذ شيئا من الغنيمة، فإن المسلمين إذا حاربوا الكفار فإنهم يأخذون غنيمة، يأخذون أموالهم غنيمة، فبعض من الناس يأخذ شيء من الغنيمة ويخفيها، لأن الغنائم بعد تنتهي المعركة تجمع
ثم تقسم على الناس، فهي حق مشترك. فعظم الرسول صلى الله عليه وسلم شان الغلول، لأن نوع خيانة. أنت معك مقاتلون مسلمون إخوانك، وأنت تستأثر بشيء من المال عنهم، فهذا غلول وهو من الكبائر. ولذلك ترك الصلاة على أحد، ما ترك الصلاة على أحد إلا على ما على قاتل نفسه والغال. ثم قال: ومع هذا لم يختلف العلماء في أنه يصلى عليه، أنه يصلي عليهم المسلمون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة عليهم ما منع الصلاة من بقية الناس، لكن منع هذا للردع فقط، وإلا فإن الناس يصلون الباقين، لعل الله عز وجل أن يدركهم برحمته. وهذا يدل على أن هذا الذنب ليس بكفر، يعني الغلول ليس وقتل النفس ليس بكفر، وإنما هو كبيرة من الكبائر. قال الوزير بن هبيرة: واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه المسلمون غير إمامه، يعني غير الإمام. الإمام يترك الصلاة عليه من باب الزجر، وبقية المسلمون يصلون، وليس هذا في مخالفة للإمام، لا، من السنة أن يصلون، وإنما الإمام ترك الصلاة من باب الزجر. ثم اختلفوا هل يصلي الإمام على هذين، يعني لو أراد الإمام أن يصلي هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليهما، يعني لو ما أراد الزجر فله أن يصلي عليهما. وقال مالك: من قتل نفسه أو قتل في حد فإن الإمام لا يصلي عليه. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. وبه يتبين أن الصحيح أنه لا يستثنى أحد من أهل القبلة، لا يصلى عليه مطلقا، يعني شخص من أهل القبلة لا يستثنى، لا يصلى عليه أبدا، يتركه أهل الفضل، يتركه الإمام أو نحو ذلك، لكن كلهم يجمعون على الترك، فإن هذا من شعار الخوارج. ولهذا لخص شيخ الإسلام هذه المسألة فقال: وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا. وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا، فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك أيضا حسنا. ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، يعني امتنع قال ما أصلي عليه، وذهب في الباطن وقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ف
فأيضا حسن، لأنه ما ثبت عنده أنه كفر، وذلك ليجمع بين المصلحتين. كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحدهما، هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذا يبدو هذا هو الذي يرجحه ابن تيمية، فإنه يرى أنه يمتنع عن صاحب الفجور والمستهتر الذي لم يصل إلى درجة الكفر فيمتنع، لكنه بينه وبين نفسه يدعو له بالمغفرة والرحمة، فيجمع بين المصلحتين، مصلحة الزجر والهجر حتى الناس يعظم في شأنهم هذا الأمر، ومصلحة الدعاء لهذا المسكين لعله أن تدركه رحمة الله. ثم ذكر مسألة ثانية من المسائل المتعلقة بما يخالف فيه أهل البدع، فقال: لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بدليل. لا نشهد، يعني لرجل نقول نشهد أن فلان في الجنة، هذا رجال طيب وتصدق وحفر بير وكذا، ولا نشهد أن شخص من أهل المعاصي نقول أن هذا من أهل النار، هذا أمر غيبي. فلا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار. ولهذا قال ابن خفيف: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. وهذا من أصول أهل السنة. قال الإمام علي بن المديني: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله لا يشهد له بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح، ونرجو له رحمة الله عز وجل. وهذا رواه عن المديني ابن المديني اللالكائي في اعتقاد أهل السنة. وقال قوام السنة الأصبهاني: مذهب أهل السنة أنهم لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بالنار وإن مات على كبيرة من الكبائر، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أشخاص شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، فهؤلاء نصدق خبر الرسول ونشهد لهم، ونرجو لأهل القبلة الجنة، ونرغب في شهود جنازته وعيادته إذا مرض. وهذا خالف فيه الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على أهل الكبائر بالنار، بل زاد المعتزلة سوء الأدب والضلال فقالوا: يجب على الله أن يعذبهم، يعني يوجبون على الله أن يعذبهم ويخلدهم في النار. وهذا أحد أصولهم الخمسة، وهو وجوب إنفاذ الوعيد. وهذا يعني المعتزلة لهم أصول خمسة، من أحد هذه الأصول يجب إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله أن ينفذ الوعيد بهؤلاء. وهذا سوء أدب أن يقول شخص يجب على الله أن يفعل كيت وكيت. نعم. وحكمت المرجئة، شوفوا الانحراف، سبحان الله، يقابله انحراف آخر. وحكمت المرجئة الغلاة لأهل الكبائر بالجنة،
حكمت المرجئة الغلاة لأهل الكبائر بالجنة، وأما أهل السنة فلا يجزمون ولا ينزلون أحداً من المسلمين جنةً ولا ناراً، لأن من يظهر منه الصلاح لا يعلم باطنه، يعني حتى لو ترى شخص ظاهره الصلاح لكنك ما تعلم باطنه ولا تعلم بماذا ختم له، فهذا غيب عنك لكن ترجو له. وأهل الكبائر تحت المشيئة، فقد يغفر الله لهم، لكن يجزم أهل السنة للأنبياء، يعني الأنبياء مجزوم لهم بالجنة، ما يتردد أحد في ذلك، من كان نبياً فهو من أهل الجنة، ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة، ومشهور حديث العشرة أنه شهد لهم الرسول فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، فشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الخلفاء الأربعة. وثابت بن قيس بن شماس، لماذا نص على ثابت؟ لأن الرسول نص عليه، قال أنت من أهل الجنة، فنصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ولمن شهد له المؤمنون على قول، يعني بعض العلماء قال من شهد له المسلمون بأنه من أهل الجنة فإنا نشهد أنه من أهل الجنة، وهل ممكن أن يشهد المسلمون بذلك؟ أورد في هذا، قال لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، يعني الذين كانوا عند الرسول من الصحابة أثنوا عليها خير، قيل هذه جنازة فلان فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، قيل هذه جنازة فلان، فقالوا الذي فعل كذا وكذا فذكروا عنه شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فإذا شهد العدول فإن الذين شهدوا عند الرسول هم صحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء عدول لا شك، لكن هل غيرهم لا يقاس عليه؟ شهداء الله في الأرض يعني أهل عدالة وصدق، فإذا شهدوا أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، يعني شهدوا له بالخير، ما قالوا إنه من أهل الجنة، شهدوا له بالخير، يعني قالوا هذا رجل صالح فيه خير وكذا، فشهدوا له بالخير فأثنوا عليه خيراً فوجبت. أما من مات كافراً كيهودي أو نصراني أو مشرك أو مجوسي وغيرهم، وعلم ذلك منه، يعني علم أنه مات نصراني أو علم أنه مات يهودي أو مات مجوسي، فهذا مجمعون على أنه من أهل النار،
مخلد في النار، يعني من مات على نحلة غير الإسلام أصلاً، ما ادعى الإسلام وإنما كان يهودي أو نصراني أو مجوسي، والمجوس عبدة النار، أو منافق، فهؤلاء من أهل النار قطعاً. قال: فهو خالد في النار، ومن شك في موته على كفره توقف في أمره. يعني لو في شخص كان نصراني لكن قيل أنه أظهر كلام عند موته يدل على أنه مسلم أو نحو ذلك، فإذا شكيت فيه فلا تجزم، إذا كان فيه شك، إذا كنت شك فتوقف في أمره ولا تشهد له بخلاف ذلك أيضا. إذا كان فيه شك، فيه قرائن أنه أسلم عند موته أو نحو ذلك، فما ليس ما يعني شخص لا علم لك فيه فتوقف فيه ولا تشهد إلا بما تعلم. ونحو كلام ابن خفيف هذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني من أهل الكبائر. قال ابن أبي العز، وابن أبي العز هذا شارح العقيدة الطحاوية، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين، يعني لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ويخرج ناس من النار، ويقال: أخرج من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة. فهذا دل على أن بعض المسلمين قد دخل في النار، لكن ما نعرف من المسلمين الذي يكون كذلك. فعدم الشهادة للمعين، أما أن نشهد أن بعض المسلمين أهل المعاصي دخلوا في النار يدخلون النار، فهذا بنص في حديث الشفاعة وفي غيره أنهم دخلوا النار وأنهم يخرجون فحما وأنه إلى غير ذلك. فبعض أهل الكبائر يدخل النار قطعا، لكن المعين ما تقول زيد من الناس هذا من الذين يشفع فيهم رسول الله أو من الذين يخرجون من النار، المعين لا تتكلم فيه البتة. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة المراء والجدال في الدين، المراء والجدال في الدين، فقال: هذا بدعة. قال قوام السنة الأصفهاني: وقد ذم السلف الجدال في الدين ورووا في ذلك أحاديث، وهم لا يذمون ما هو الصواب. إيش معنى المراء في الدين الذي جعله الصحابة بدعة؟ قال: هو مخاصمة أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الباطل عليهم، التماساً لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وفساد دين المسلمين. يعني شخص يأخذ الشبه، بعض الناس يأتي بها كألغاز ويطرحها
لتشكيك الناس في الدين، فهذا الذي يبدعه السلف، وليس المراد الجدال لتحقيق الحق وإزهاق الباطل. المجادلة بالتي هي أحسن فإنها مأمور بها، والمجادلة لإقامة الدين مأمور به، لكن المجادلة التي هي بدعة هي التي تعرض الشبه لصرف الناس عن الحق، تعرض الشبه لصرف الناس عن الحق. وهذا تجد بعض الناس يعني قلبه كالإسفنجة للشبه، وبعضهم يأتي بها كالنكات في برامج ونحو ذلك، فيأتي بشبه تشكك الناس في دينهم، تشكك الناس في دينهم، فهذا الذي يراه السلف بدعة. ثم ذكر أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما حصل بين الصحابة ومن قتال، ما موقف المسلم من ذلك؟ وهذه مدرجة في مسائل الاعتقاد، سلامة القلب للصحابة والترضي عنهم وعدم نشر ما حصل منهم من أخطاء، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. كم باقي معنا؟ طيب، لعلنا نمر عليها، وهذا الموضوع مهم، وذلك لفضل الصحابة ولأنهم رواة القرآن، هم الذين جاءنا القرآن عن طريقهم، وهم الذين جاءتنا الأحاديث عن طريقهم، وهم الذين عدلهم الله عز وجل، فهؤلاء لا بد من تعظيمهم وتوقيرهم والثناء عليهم والدعاء لهم. وحصل من بعض منهم أخطاء، لكن لا ننشرها في المجالس ولا نخوض فيها، ونرجو لهم الخير، وما حصل من أحد منهم من تقصير فله من الحسنات والسابقة الشيء العظيم، كما تقدم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لا بد أن تكون القلوب سليمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المعتزلة والخوارج والروافض الذين ديدنهم الطعن بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من أصول أهل السنة المجمع عليها الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. بعض الناس يتسلى، يقرأ روايات تاريخية ويتسلى، وقالوا كذا، ومنهم من فعل كذا، ومنهم من قتل كذا، ويدرسون دوافعهم ويتكلمون بكلام ساقط لا وزن له، وبعض الروايات مكذوبة عليهم أصلا، أدخلها الشيعة في التاريخ، فهذا لا تتعرض له، أمسك وصن لسانك. فلذلك كان من أصول أهل السنة المجمع عليها الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.